الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في اللغة العربية من كتاب القواعد الأساسية للغة العربية لأحمد الهاشمي رحمه الله، الذي قال في الباب الخامس في الأفعال الناقصة، قال: هي التي تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول على أنه اسمها وتنصب الثاني على أنه خبرها. وفي هذا الباب مباحث: المبحث الأول الأفعال الناقصة 13 فعلا، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام. قال: ويشترط في زال وانفك وفتئ وبرح أن يتقدمها النفي لفظا، نحو ما زال التلميذ مجتهدا، أو معنى نحو قلما يزال سليم مسافرا، أو الدعاء نحو لا زلت سالما، أو النهي نحو لا تزل ذاكر الموت، أو الاستفهام الإنكاري نحو هل يزال أخوك متكاسلا. ويشترط في دام أن تتقدمها ما المصدرية الظرفية موصولة بها، نحو أحسن ما دمت حيا، أي مدة دوامك حيا. المبحث الثاني كان وأخواتها ثلاثة أنواع: الأول ما لا يتصرف مطلقا وهو دام وليس، والثاني ما يتصرف تصرفا ناقصا وهو ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، وهذه يأتي منها الماضي والمضارع فقط. الثالث ما يتصرف تصرفا تاما وهو السبعة الباقية. وكل ما تصرف من هذه الأفعال يعمل عمل ماضيها، سواء كان فعلا أو صفة أو مصدرا، نحو يمسي المجتهد مسرورا، وكن أديبا، وكونك مجتهدا خير لك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.